فلو سمحتم ما تقولوش عليها جامعة الكلام، ده هيبقى ليها اسم تاني هنطلقه يعني، بس انتوا عقبال ما تقدروا تنجزوا المشروع. كان الوعد ان انتوا هتخلصوها في سبتمبر القادم، هل ده ممكن يا عصام؟ بصراحة على الأقل نقدر نجهز كليات فيها جزء منها. الجامعة كلها 13 كلية بالمباني بتاعت الناس، اللي مفيش هناك مكان ناس تعيش فيه. انا بس بقول للمصريين انا هوريكم جامعه مش موجوده الا في مصر ان شاء الله، مش هوريكم جامعه مش موجوده الا في مصر. انا بقول لك هعمل لك شبكه طرق في خلال سنه تمسك مصر كده. انا بقول